الجد في الدعوة إلى الله للأديب مبارك بن تميمة الحسين التميمي. إخوتي في الله أربى بالتقى من بهم أجتاز كأداء المحن. إخوتي في الله أربى بالتقى من بهم أجتاز كأداء المحن. نعمة الله التي في شكرها لو قضيت العمر لن أوفي الثمن. يا ملاذي عدتي معتمدي بعد عون الله في دفع الفتن. يا مصابيح الدجى في حالك موحش لا نور يرجى أو مجن. فيه يعوي كل وحش غادر يسلب الألباب صياد الفتن. كلهم داع على باب لظى وجحيم وفجور وعفن. كل وسواس من الناس ومن نسل عود الجن إبليس الزمن. من تردى آدم في مكره حين أغراه بقطف من فنن. آملين الخلد من أكلتهم فاستعاض الطرد منها وحزن. اهبطوا منها جميعا وابتدت حربنا الكبرى ونيران الفتن. اهبطوا منها جميعا وابتدت حربنا الكبرى ونيران الفتن. قدر ماض وغيب ملهم فاز مستهد بشرع وسنن. نحن أسرى قيد من قال كلا وعلينا كسر قيد ورسن. وسنلغي القيد عنا عنوة وبحول الله نجتاز المحن. لنا معكم أبوينا موعد ختم الرسل عليه المؤتمن. إخوتي جد فما من منزع ونعيم الخلد في الجد ثمن. صفقة التوبة عنوان الشراء فاصدقوا الله ومن يصدق عن. 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 قناة محمد المدح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.